هلا في مجموعه امور فانكشنز. في فانكشن اسمه اكستراكت. هذا الفانكشن الاكستراكت شو بسوي؟ ممكن تسوي انت اكستراكت، يعني انت شو تجيب الير من السيس ديت، او المانث من السيس ديت، او الداي من السيس ديت. فانا لما سويت سلكت اكستراكت الير فروم سيس ديت، بعدين بقول له الاكستراكت، بفتح قوس بقول له المانث والداي، فيني اسوي سكندز اورز الى اخره. فانا هون شو حسوي؟ حيفصل لي اياهم انه سوى اكستراكت للير 2016، بعدين جاب المانث 2، بعدين الداي 29. اذا قال انا تاريخ اليوم ايش؟ 29. تاريخ اليوم 29 والشهر 2 والسنة عبارة عن 2016. فاذا هاي الاكستراكت زي كأنك انت عم تسوي تو تشار واي واي واي، او تو تشار ام او ان، او تو تشار داي، وات ايفر. اذا هاي هي. فيني اسوي كمان الكلمة الاكستراكت هاي من التابل الاصلي. فانا عم بقول له سلكت الامبلوي اي دي، الفيرست نيم، الهاير ديت فروم امبلويز. هلا الهاير ديت انا ممكن اقول له الاكستراكت، بفتح قوس وبسكر القوس بقول له الير فروم هاير ديت، بعطيه هاير يير. بقول له الاكستراكت المانث فروم هاير ديت، بقول له الهاير مانث. فلو نفذنا هذه سلكت ستيتمنت راح الاقي ان الامبلوي اي دي 100، اسمه ستيفن، الهاير ديت تبعه 17 جون 2003، انه الير 2003 والشهر 6. اذا السنتاكس تبع الاكستراكت، بكتب كلمه اكستراكت، بفتح قوس بسقي القوس، بعدين بقول له ايش year او month او day from اسم الكولوم. اذا هاي هي بشكل عام. في عندي فانكشن كمان ممكن تستفيد منه، اللي هو tz underscore offset. هذا tz offset عشان يجيب لك ايش المنطقة الاوفست تبع المنطقة اللي بدك اياها. مثلا سلكت tz offset اسيا دبي، وكمان فاصلة tz offset اسيا عمان. انا بدي اشوف شو الاوفست لكل بلد، انه هو كيف توقيت جرينج تبعها. فحيقول لي انه الاسيا عمان هي عبارة عن زائد 4 بتوقيت جرينج، اما التايم اوفست عفوا لدبي زائد 4، لعمان زائد 2. اذا هاي هي tz offset، عبارة عن function بكتبه، بفتح قوس بعطيه اسم الريجن الموجودة عندي في الدكشنري تابلز اللي فرشت منها قبل شوي. فاذا tz offset اسيا دبي، tz offset اسيا عمان، راح يجيب لي الاوفست لكل منطقة، انه هاي عبارة عن زائد 4 بتوقيت جرينتش، هاي زائد 2 بتوقيت جرينتش. في عندي function تاني ممكن تستفيد منه، هو from tz. From tz is a function, is a built function that provide conversion of a timestamp. عبارة عن بسوي conversion لtimestamp. هو بالنهاية بسوي combine التimestamp مع الزون. فإذا أنت عندك timestamp وزون معينة بتقدرهم مع بعض بكلمة واحدة، فأنت بتقول له from tz، بتكتب له كلمة timestamp، بعدين بتحط الوقت كامل. هلأ بشكل عام التimestamp بيجي بعديها الوقت، الوقت بيكون إيش؟ من الكبير للصغير. إذا السنة، الشهر، اليوم، الساعة، الدقايق، الثواني. فأنا لما أسوي هاي وبعدين بعدين بعطيه فاصلة، بعدين بعطيه اسم الريجن. إذا هاي هي بشكل عام. احفظ السنتاكس form from underscore tz، بفتح قوس بعطيه تايم ستامب، بعطيه الوقت، بعدين بسوي فاصلة بإيش اسم الريجن. زي كأنه عم بقول له إن سوي لي هذا الوقت لتايم ستامب، اوكي، وادمج لي اياه مع هاي الريجن. طبعا هذا ممكن تستفيد من البروجرامر عشان يسيد قيمه معينه. فهلا هو حول لي اياها ل 6 مارش 2000 لانه هذا اوكي، والساعه 8 واسيا عمان. اذا هو عباره عن ايش؟ كومباين ذا تايم زون، تايم ستامب اند تايم زون انفورميشن انفو انتو ا سنجل اوبريشنز. اذا هو بدمج هذا مع هاي عشان يطلع قيمه معينه. طبعا هذا استخدامه قليل جدا، بس عشان اذا تذكر قدامك تعرف شو هو بالضبط. هلا في عندي فانكشن اسمه تو تايم ستامب. احنا بتتذكر اخذنا تو ديت. التو ديت عباره عن فانكشن بيحول الكاركتر ل ديت، وبتعطيه ديفولت فورمات معين. فانا هذا الديت 20/12/2016 بدي احوله، خلينا نحكي 2016 هيك. فبقول له بدي احوله ل ديت، فهنا حول لي ل 20 ديسمبر 2016.
لانه انا هذا عباره عن كاركتر، بعطيه الفورمات. طبعا هذا الفانكشن اخذناه 100% كله اخذناه. هلا انا في فانكشن مماثل له اني احول الكاركتر، بدل ما احوله ديت بقول له تو تايم ستامب. هلا هذا ممكن تستخدمه كتير، فانا بعطيه ايش التاريخ انه 20/12/2016 وبعطيه الفورمات كامل. فانا بقول له حول لي هذا الكاركتر لتايم ستامب، وبعطيه انا عندي هون الفورمات انه هو عباره عن دي دي ام ام واي 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 اتش اتش ام اي اس اس. فانا هلا فيني احول هذا الكاركتر لتايم ستامب. بنحول، اذا هاي حول لي اياه لتايم ستامب. طيب احنا اخذنا الانترفال عده مرات. الانترفال قلنا هو عباره عن فانكشن بيخزن الفتره زمنيه، بيخزن فتره زمنيه. قلنا في عندنا نوعين، year to month و day to second. فلما اسوي انا select interval 12-5 year to month، يعني عبارة عن 12 شهر 12 year و 5 اشهر. فلو سويت منها استعلام هلاقي انه 12-5. طبعا اخذناها بالتفصيل. وفي عندي select interval day to second، بعطي عدد ايام بعدين space بعدين بحط ايش الساعة الدقيقة الثواني. فلو سويت انا كالتالي راح يجيب لي انه هو عبارة عن هاي بيخزن الفترة الزمنية بين الدقائق والثواني. طبعا انا ليش عم بذكركم فيها؟ هلا بقول لكم ليش. هلا لو حاولت اسوي select sys data from dual، قال لي 29 فبراير 2016. هلا افرض انطلب مني I want the date after 1 year and 2 months from the sys date، انه بدي اياك تطلع لي التاريخ بعد سنة وشهرين. أيوة، كيف نسويها؟ في function اسمه 2YM interval. شو يعني 2_YM interval؟ يعني 2_year to month interval. فبقول له select sys date، اللي هو sys date اللي هو هذا. كيف بدي أطلع إنه شو بدي يكون تاريخ بعد سنة وشهرين؟ بقول له sys date زائد، بعطيه اسم الفانكشن وبعطيه الانترفال اللي هو عبارة عن 01-02، انه عبارة عن سنة زائد شهرين. فانا بقول له جيب لي السيس ديت زائد هاي القيمة. هاي القيمة عبارة عن ايش؟ هاي بترجع ايش هاي القيمة؟ بترجع سنة وشهرين، صح ولا لا؟ فانا هلا لما اسوي استعلام عنها حلاقي انه تاريخ اليوم 29 فبراير 2016. طيب التاريخ بعد سنة وشهرين شو بده يكون؟ بده يكون 29 ابريل 2016. اذا هذا فانكشن ممكن تستفيد منه كثير، اللي هو 2_YM interval. هلا في مثله بدل YM حيكون ايش؟ DS اللي هو day to second. هلا لو انطلب مني كالتالي I want to add 6 days and 2 hours to the sys date، بدي اضيف على تاريخ اليوم 6 ساعات وساعتين. نفس الاشي بقول له select sys date بعدين sys date زائد 2_DS interval، وبعطيه انه هو عبارة عن المدة الزمنية اللي هو عبارة عن 6 ايام وساعتين. فهلا لو نفذتها حلاقي انه تم الزيادة. طبعا تم الزيادة بس انا ما بقدر اشوفها، فبضطر اقول له تو شار وتو شار، فبحول هذا لتو شار وبحول هذا لتو شار عشان يطلع معاي. اذا هاي كل الكومنت هذا كل هذا بحوله لتو شار وبحول هذا لتو شار. فانا هلا بدي انفذها مرة تانية، حطيت قبل هاي تو شار شايفينها، وهذا الاكسبريشن كامل بحط قبلها تو شار لا دي دي ام ام واي واي اتش اتش ام اي اس اس. فهلا لو نفذتها هيعطيني انه هلا تاريخ اليوم هالقد وقديش التاريخ بعد 6 ايام وساعتان. شايفين هلا 29/2 صارت 6/3، والساعة كانت 9:42 صارت 11:42. اذا جاب لي كل هاي المعلومات. اذا استفدنا كتير اليوم من المعلومات للتايم زونز الى اخره، والزون الى اخره. اذا انا بنصحك انك تعيد التمرين مرة ومرتين وثلاثة
حتى تعرف أهمية التايم زونز والفانكشن اللي أعطتك إياها في النهاية. وبهذا اليوم يكون قد أنهينا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.